So what you guys say? You going in? Oh. Just waiting for... Yeah, we can go. ولا حيوان ولا نبات ولا جماد ولا حيوان.
فإنه من لعن شيئا ليس له بأهله رجعت اللعنة عليه. ومن أشد أنواع اللعن أيها الإخوة الكرام، أخطر شيء لعن الإنسان لوالديه عياذا بالله. وصي الإنسان بوالديه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه والوالدين إحسانا، كيف تلعن أنت والديك؟ قال تلعن إنسانا بشتم أمه أو أبيه بالله فيرد عليك. وهذا ما بينه النبي عليه الصلاة والسلام وجعلها من أكبر الكبائر. الأم بر الوالدين إن من أكبر الكبائر أن يعلم رحمة الوالدين. قيل يا رسول الله وكيف يعلم رحمة الوالدين؟ قال يسب الرجل هذا الرجل ويسب أباه ويسب أمه. والنبي عليه الصلاة والسلام حتى تكتمل الصورة لدينا قال جعل الله لعنة والدين. طب ما بالكم اللي بيلعن والديه؟ في ناس مرة يقولوها ساكت لابس سنة